هي الحكايه الكل بدات من باريس، انت تعرف معناتها الناس كي خرجت في باردو والاستثمار السياسي اللي عملوا الباجي قائد السبسي في الاعتصام تاع الرحيل اللي عملناه في باريس. في باريس وقعت اتفاقيات معلنه. حتى نفهم شويه والناس اللي تبعنا تفهم، تقصد على اللقاء اللي كان بين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي. واضح. بين باجي قائد السبسي وراشد الغنوشي. اللي وقع في باريس نحن نعرفوا الاتفاقيات المعلنه، لكن كل اتفاق فيه ما يعرف بالملحق السري وبيان لي زافنون سكري. من ضمنهم انه الباجي مصمم باش يمشي للرئاسه. ونجح. مش نجح، نجحوه. كيفاش نجحوه؟ دونك هذايا باتفاق مع راشد الغنوشي نحاولوا العزل السياسي ونحاولوا السن الوجوبي بتاع 75 سنه، السن الاقصى. اما هذاك كان بفعل الشارع سيدي. لا مش بفعل الشارع، خاطر في السياسه ثم دونو، هذاك وقع الاستثمار في باردو. لكن شو وقع في السياسه موضوع اخر. دونك من الاتفاقيات اللي وقعت انه تمشي لقصر كرتاج ما ثم حتى مشكل، انا نعطي مودوردر للجماعه نتاعي مش ما يصوتوش ولا مش تاخذوا الحياد ولا كل واحد يدبر راسه، على الاقل هذه فيها 300 الف صوت التالي. كان راشد الغنوشي دعم صراحه المصف مرزوقي ما يتعداش الباجي قائد السبسي. واكثر من هكا ثم حتى الفاعلين اللي معاه سياسيا ورجال اعمال هبطوا يساندوا في الباجي قائد سبسي اللي البارح شفناهم يهبطوا في المساء، يعني سميتها الباجي قائد سبسي لابس كوش، غدوا ولاو هما برسك مدراء حمله الباجي قائد سبسي، ومشاو حلوا له افاق وحلوا له الباب صفاقس وقت هبط عمل اجتماع صفاقس. شو وقع؟ مش توقع تشاركيه في الحكم، انا وياك مش نتشاركوا في الحكم، مش نحيو بوادر العنف من الحياه السياسيه، وقع تحييد رابطات حمايه الثوره وما وقعش عنف في الحياه السياسيه في الحمله الانتخابيه. دونك مش يوقع اقصاء العناصر المتطرفه داخل حركه النهضه من المشهد السياسي سواء في الحمله الانتخابيه الرئاسيه التشريعيه او في الحملات القادمه. تقصد بهم الدعاويين؟ اللي نعرفوهم لوز وشور وهلم جرن. هذوكم مش يوقع استبعادهم. اون كونتر بارتي مش يوقع بالنسبه لنداء تونس، ونجيك من بعد الاتفاقيات اللي لازمها توقع في نداء تونس. انا مش زاد مش نعدي القانون المصالحه الاقتصاديه. لكن اون كونتر بارتي خاطر في السياسه كيف ما قلت لك راهو دونون ما ثماش هذايا هنا اخترقنا النهضه ولا الاخر، لا بالعكس انا حسب رايي معناتها وقعت نهضه النداء اكثر من الاختراق للنهضه. اون كونتر بارتي انا مش نعطيك قانون المصالحه، لكن انت لازمك تعطيني قانون التوبه. شنو هذا قانون التوبه؟ قانون التوبه هذا هاو جاينا توا بروشين مو جماعه اللي في بؤر التوتر اللي مش يرجعوا لتونس. هي ما سي طيب بكوش قال انهم حتى لو كان رجعوا ما هوش مش تقبل توبتهم. حتى يقعد طيب بكوش. حتى يقعد طيب بكوش. كلام خطير برشا. حتى يقعد طيب بكوش. اه مع بعضنا مازال ثم تحويل وزاري بيانتو. ان شاء الله يقعد. دونك المحاسبه. انت مش شد الحكم مش شد في كرتاج. الاغتيالات السياسية اللي وقعت في البلاد حدك ماكسيموم دوزيام تروازيام دوغري. مثلا نجم نضحيو بوحيد توجاني، محرز الزواري، عبد الكريم العبيدي، عماد الغضباني على ليميت بالنسبة للوثيقة نتاع الإدارة الأمريكية، لكن تقف غادي. لا نحاسبوا علي العريض، لا نحاسبوا حمادي جبالي، لا نحاسبوا حتى حد. داير محمد صالح بن عيسى. الوزير العدل السابق. الوزير العدل اللي أقيل. على اساس انه ما حضرش في المجلس نواب الشعب في لمناقشه القانون المجلس الاعلى للقضاء. هذا استنفيه. كان مش يستدعي علي العريض للتحقيق بما انه هو رئيس النيابه العموميه. متاكد منها هذه؟ هذه المعلومه اللي عندنا. هذا في كواليس السياسه. وما صارش الشيء هذا. وما صارش وماهوش مش يصير. دونك مش يوقع اون كونتر بارتي، وين مش يوقع التنازلات تاع نداء تونس والباجي قائد سبسي شخصيا. هو اقصاء كل ما هو ما يعبر عنه بمفهوم النهضه اليسار الاستئصالي. اللي هو شكون؟ اللي هو مجموعه كامله. محسن مرزوق. اي. منذر بالحاج علي. اي. الصحراوي عبد المجيد. الطيب بكوش. رضا بالحاج. رضا بالحاج هو مازال مستشار في الأزهر. الأزهر العكرمي. لا خليني مع رضا بالحاج. أنا مش نجيك. كيفاش رضا بالحاج؟ أنا مش نجيك. هاو في شق حافظ قيس سبسي. مونو كي يمشي وزير يتسمى تنحى. مش يمشي وزير؟ كي يمشي وزير يتسمى تنحى.
معناتها يمشي وزير على مده عام ولا مده 6 شهور ومن بعد نعملوا تحوير وزاري وانتهى ما عادش تسمع به. وهذا كله مكتوب من باريس؟ هذا كل اتفاقيات صادره على اساس انه هاليسار هذا يلزم النداء يكون اكثر منه في الوسط اليميني من الوسط اليساري. ومش يكون باستبعاد الناس هذوما، هذاك علاش قلت لك العركه ماهيش ما بين محسن وما بين حافظ، هذه اتفاقيات صايره. يعني اليوم ما عندناش نظام برلماني في تونس. ما عندناش نظام برلماني، عندنا نظام رئاسوية ما بين الشيخين، واحد يحكم الصباح وواحد يحكم العشية. به الكلام هذا ممكن يتقبل على اساس انه تحليل وهو ممكن نتائجه موجوده. هذا الموجود. به نتائج. نعطيك اكزامبل سامبل، انت معناتها مثال. في تعيين الولات. الولات مش المعتمدين. وقع اجتماع نهار 31 جويليا في اللاك باشراف الامين العام تاع نداء تونس محسن مرزوق على اساس مش قدموا له قائمه على كل جهه 3 ولات كيف الاقتراحات ما توقع عاده. سي حافظ قائد سبسي ما جاش. من بعد كي مشات الليستة للباجي قائد سبسي من عند رئيس الحكومه الوزير الاول ما نسميهش رئيس الحكومه. قال له حط لي فخر القفصي وبرد براسك انت وراجل الغنوشي في البقيه، ومعين حتى واحد، بورتون هذا الحزب الواحد. الحزب الاول في البلاد. على اساس سي حافظ متغشش كيفاش، فبتقول لا ما يعينش هو، يعيطوا له في لجنه مش يعني حسب